بونجور، معكم مدام مها، مدرسة فرنسي. ماني دكتورة، عندي شوية خبرة، بس حابة أساعد الطلاب، أعطيهم بعض المعلومات اللي أنا عندي إياها. رح حل أسئلة جامعة دمشق، أسئلة القواعد سنة تانية فصل تاني لعام 2020. رح نبدأ السؤال الأول، وأثناء الحل بشرح إذا كان في شيء أنا أخطأت فيه أنا بعتذر سلف، لأنه أنا ما بقدر بقول إنه أنا بعرف كل شيء، ولما بكون شاكي في سؤال رح أقول إنه أنا شاكي فيه، وإن شاء الله بيطلع كله صح. كومبليتي افيك لو بون شوا، أكمل الخيار الصحيح. عندي أول اسم سيتي ديكوفيرت، هذا الاكتشاف. تاني خيار هو لوي، ضمير كومبليمون دوبجي انديريكت، ممكن يعود على مفرد مذكر او مفرد مؤنث. ست جون فام، هذه الامراه الشابه، كمان اسم مثله مفرد مؤنث مثل ست ديكوفيرت، بس هذا شيء، هذا شخص نعرفه من اثناء المعنى. سلوي برونو ديموستراتيف، ضمير اشاره. لو باتو، القارب، السفينه، المركب. كمان نو ماسكولين سنجلي. الجملة الأولى، كوزيت افي بخي دو 8 ans، كوزيت كان عمرها تقريبا 8 سنين، بس اون اوني دوني، بنعطيها ابنديس، بالكاد نقول عليها انه عمرها 10، هي عمرها 8 بس عم نعطيها 10، لأن عندي هون الأو هي السوجي. الأو هون هي الأو سوجي، وأنا بدي أختار لوي. طبعا الحل مو كله صح لانه ما انا اللي حللته، انا هيك الاسئله وصلتني. انا راح اختار ضمير، ليش؟ لانه عندي سوجي وعندي فيرب، بدنا نعطي اياه لها لوي. طالما عندي سوجي وعندي فيرب فاعل وفعل، وفي قبل الفعل فراغ، اذا انا ناقصني ضمير، وما عندي ضمير غير هيد، مو ضمير الاشاره ما بستخدمه قبل الفعل، يعني هذا ماله رح يزبط هنا. ما بقدر بقول او وسلوي، يعني ما بتزبط معي بالمعنى. اذا حطينا اول واحد لوي. دو، نو زافون ديكوفير ان تريزور، اكتشفنا كنزا. هلا نو زا كابتيفي، اثرنا. شو هو اللي اثرنا؟ هو هالاكتشاف. هالاكتشاف يعني كتير فرحنا فيه. من ديكوفير باخد ديكوفيرت، بين يعني بدلوني على بعض الكلمات. اذا هوني تخوا، لو فواليي دو كابتن، مركب القبطان، اي بارتي اون مير، راح في البحر سمتا، هذا الصباح. نقطة، خلصت الجملة، بدي ابدأ بكلمة جديدة. ايتي شارجي، كان محملا. شو هو اللي كان محملا؟ عم نحكي عن فواليي، مركب يعني باتو، اذا هي هون او. المركب كان ملان. جازون ا دو بوفوار، جازون يعني شخصية اسطورية، عنده كان قوتين، سلوي دو ترانسفورمي، اول قوة هي، اول وحدة هي تحويل الاشياء الى بونبون، يا سلام، والثاني هي فير بارلي لي بلوش، يخلي الدبب الالعاب، يعني الالعاب الالعاب ماش، يعني بلوش نلعب الدمى، يعني يحكوا. هلا حط عنا سلوي وعنا الثانيه، سلوي اللي هي رح حط هوني دي. طبعا الأخيرة صارت سهلة. لا مير دو كوزيت اتي بوفر، أما لا كوزيت كانت فقيرة. أديو لابوندوني، هذه الشابة اضطرت تتخلى عن بنتها. إذا سي هي الأخيرة. الحلول مثل ما قلت ما بعترف عليها. نروح على التمرين الثاني. إذا أنا التمرين الأولين لازم أنتبه أشوف وين، أن شو اللي عندي قبل الفراغ وبعد الفراغ، من خلاله بقدر بعرف هل لازم احط شيء ولا احط انسان، مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر، ولا ضمير، ولا ضمير للاشاره، ولا ضمير للملكيه، ولا ضمير مفعول به. من خلال الفراغ واللي قبله واللي بعده انا بعرف. بريسيزي لا فالور دو كونيكتور،
كونكتور يعني أداة الربط، وسيلة يعني أداة ربط اللي تحت خط بدي أعطيهم الفالور تبعتها، يعني عن شو عم بتعبر في الجمل التالية. سيس، à force de critiquer tout le monde من كتر ما انتقد كل العالم، il a perdu beaucoup d'amis، فقد كل أصدقائه، من كتر ما بينتقد العالم فقد أصدقائه. à force de لشدة، هلا هون يعني كل ما انتقد عم يفقد أصدقائه. أنا à force de دايما بتدل على التكرار والانتنسيتي، بنحفظها بصم. à force de لشدة ما، يعني كل ما عم تتكرر هالشي عم يتكرر لشدة، والتكرار يعني ا بي الاثنين. اذا à force de دايما بتجمع الشدة والتكرار، repetition intensité. 7 Tina est un peu plus âgée, un peu plus raisonnable que sa sœur. Plus que يعني أكثر. Un peu، نحن ما يخدعنا كلمة un peu، يعني مثل ما إذا عم نقول إنه تينا هي شوي أكبر وشوي أعقل من أختها، إذا هي أكثر، ما عادت مساوية طالما في عندي plus، هي بتدل على superiority يعني الأ. Des milliers d'arbres, آلاف الأشجار ont été déracinés، نقلعت اقتلعت à cause de la tempête. على شو عم يدل à cause de؟ بسبب. نحن بنعرف إنه à cause de هي بسبب شيء سلبي، و grâce à شيء إيجابي، en raison de هي سبب neutre حيادي. إذا هل بتدل إنه آلاف الأشجار انقلعت بسبب العاصفة؟ هل هو تكرار؟ لا. كونوتاسيون بوزيتيف، هل شيء إيجابي؟ لا. كونوتاسيون نيجاتيف، معنى. كونوتاسيون يعني معنى، سانس. في عندي كونوتاسيون ودينوتاسيون، معنى. الدينوتاسيون هو المعنى الموجود بالديكسيونير، والكونوتاسيون هو المعنى الضمني، المعنى الخلفي يعني الحقيقي اللي بنقصده للكلمة. هل هو صح معنى نيجاتيف سلبي، بس كمان هو سوبجكتيف. دايما أكوز دو تعطيني معنى كونوتاسيون نيجاتيف أولا و سوبجكتيف ثانيا، يعني شيء شخصي، شيء يعني شيء خاص، سوبجكتيف ما هو موضوعي. السبب هو العاصفة. 9 دايما أكوز دو بتعطي هاي الفكرة، نحفظها بصم. اللي بقول عليه بده حفظ نحفظه، لأنه كل ما عدى معنا الأسئلة بتتكرر أكيد. 9 On a taillé les branches de l'arbre، قطعنا أغصان الأشجار، de crainte que، خشية، من خوف من إنه celui-ci، هل الشجرة يعني أغصان الشجرة، خوفا من إنه celui-ci عايد على الأرض، خوفا من إنه هالشجرة ne fasse pas trop d'ombre، ما تعطي لتقوم ما تعطي يعني ظل للنباتات الأخرى، لتمنع يعني تقوم تمنع الظل عن النباتات الأخرى. لذلك قطعنا أغصانها حتى ما تعتم على البقايا. repetition تكرار، لا أبدا. temporel زمني، لا. نيجاسيون سلبي، نعم فكرة سلبية. خشية مثل دو بور كو، تعطيني فكرة النفي. حتى ما نو فاس با، لأنه نحن خايفين ما يصير هالشي هذا، إذا هي نيجاسيون شيء سلبي، مو أفيرماسيون ولا أوتخ. دو بور كو لما بيكون في عندي de peur que، de crainte que، مع ne pas، لأنه لو كانت ne بتكون بس زائدة، عادة تجي مع ne لوحدها بتعطينا معنى زائد، ne زائدة ما لا تأثير يعني نيجاتيف سلبي. أما لما بيكون في الـ pas عم تعطيني معنى سلبي، valeur نيجاتيف،
كونتوني من ضمنها عم تعطيني المعنى السلبي. هلا التمرين اللي بعده. ديت اول اكي او اكوا غنفوا لو برونون سوليني. هالضمير بدك تقول اللي تحته خط على شو بيعود، على مين او على شو، هل هو انسان ولا شيء. Cet homme, هذا الشخص, se dispute, عم يتقاتل tout le temps, كل الوقت, avec sa femme, مع زوجته. ليش؟ Parce qu'il fume, لأنه بدخن 4 cigarettes, 4 سجاير, dans la chambre à coucher, في غرفة النوم. Il ne peut vraiment plus, وما عم يقدر أبدا, sans passer, يتخلى عن هالشي. بدهم هالشي الآن على شو عايد على؟ ما عم يقدر يتخلى عن هالرجل؟ لا. عن زوجته ما عم يقدر يتخلى، أكيد شيء بضحك، لا أكيد لا. ما عم يقدر يتخلى عن الأربع سجاير كمان، لا. ما عم يقدر يتخلى عن التدخين، لا. وإنما أوتخ، ما عم يقدر يتخلى عن كل القصة إنه هو يدخن في غرفة النوم، كلها على بعضها. يعني هو عم يتقاتل مع زوجته لأنه ما عم يقدر يتخلى على عن التدخين في غرفة النوم. الفكرة كلها بحد ذاتها. فأنا أنا هون حطيت أوتخ، بس ماني بالمية مية واثقة، هيك اعتقادي. 11. Vous utilisez أنت عم تستخدم الفيلو الدراجة كم moyen de transport، كوسيلة مواصلات. Vous y avez souvent recours، دايما بتلجأ إليها. لشو بتلجأ إليها؟ لا لإجريك، يعني vous avez souvent recours à ce moyen، لهالوسيلة الانتقال اللي هي دي. أنت عم تستخدمها كوسيلة مواصلات. Le voisin, le jar, travaille dans l'astronomie، عم يشتغل في الفضاء، علم الفلك. Vous y croyez؟ هل تؤمنون؟ هل أنتم بتصدقوا هالشيء؟ يعني أنتم بتصدقوا علم الفلك؟ Vous croyez en أو à l'astronomie؟ طبعا مو أنه بتصدقوا الجار، ولا بتصدقوا الجار اللي عم يشتغل علم الفلك، ولا عند الجار، ولا بأوسي، لا. هي إنه هل تؤمنون بذلك؟ شو هو ذلك؟ هو الأسترونومي، ليجريك عايدة على كلمة أسترونومي. بريسيزي لو تيب، حدد نوع دو لا سيبوردوني، نوع الجملة التابعة. هل هي شو هي في كل من الجمل التالية؟ هل هي بوت هدف، ولا تان زمن، ولا كوز سبب، كونديسيون شرط، أوتخ، ولا شي تاني مو مذكور هون، لأنه هن أكثر من هيك بكتير. 13. Même si vous insistez, c'est non. حتى لو أصريت، لا. جوابي لا. حتى لو أصريت. Même si، حتى لو، فهي ما هي شرط، وإنما concession، يعني مهما أنت أصريت أنا رح أقول لك لا. أنت بتصر وأنا بقول لك لا. هي ما هي شرط. مو إذا كان في عندي سي أقول عليها إنه هي شرط إذا أنت أصريت، لا. حتى لو ما بتعطي معنى الشرط أبدا، حتى لو أنت أصريت جوابي لا، وهي concession. 14. Les touristes, السياح، se sont abrités، تخبوا، التجأوا إلى sous les arbres، تحت الأشجار، أشجار المنتزه du parc، en attendant que، بانتظار، أنا attendant que، بانتظار العاصفة توقف. يعني هن عم يستنوا، التوريست راحوا لتحت الشجر، شو عم يستنوا؟ عم يستنوا لحتى توقف العاصفة. زمان عندي جملة زمنية هي، أنا ليش حطيت هون؟ هون لازم أحط الـ أول وحدة، الثانية ب، الثانية ب هي زمنية، لأنه أنا التوند عم ينتظروا. 15.
Le voleur, السارق, s'est perdu dans la foule, بين الجمهور, بين العالم, avant qu'on, قبل أن, qu'on ait pu l'arrêter, قبل ما يقدروا يوقفوا, يعني هو انهزم وما قدروا يوقفوا. إذا جملة زمنية ب تعبر عن الزمن, انهزم قبل ما يصير شيء تاني, posteriorité, يعني حدث صار قبل حدث. 16, s'il a fini, il peut sortir. إذا كان خرج, إذا انتهى بيقدر يطلع, إذا خلص بيقدر يطلع. نحن هلا شايفين هون عنا الفعل الشرط هو passé composé, بينما الجواب الشرط هو présent. لما بكون في عندي si مع passé composé أو présent, وكان الجواب الشرط هو présent أو futur أو impératif, فهو بيكون شرط دي. يعني حتى لو كان نحن نعرف انه فعل الشرط شو بيكون, درسنا حالات الشرط بالفعل الشرط وجوابه, ان كان بريزان شو جوابه, وان كان امبارفي جوابه كونديسيونيل بريزان, واذا كان بليس كو بارفي جوابه راح يكون كونديسيونيل باسي. بس لا, احيانا بيعطيني فكره الشرط لما بيكون الفعل اللي بعد سي كان باسي كومبوزي او بريزان, معلش جوابه ممكن يكون présent أو futur أو impératif, بتصير كمان تنقال. 17, 17, cet enfant gâté, هالولد المدلل المفسود أخلاقه, a pleuré, بكي tant et tant, بكي يعني ضل يبكي, كيلا فيني ضل يبكي, تان اي تان كيلا, هي احفظها التركيب, تان اي تان ك, تان اي تان كيلا فيني, لحتى بالاخير قدر باغ اوبتونير, حصل على سو كيل فولي, الشيء اللي بده اياه. لما بكون في عندي تان اي تان ك بيكون هو كونسيكونس, عم يعطيني معنى شده كونسيكونس, انا ما في عندي بين خيارات نتيجه, اذا بحط عندي هي conséquence avec intensité, tant et tant que, محفظة بس. 18, pour la clarté de l'exposé, من أجل الوضوح البحث, je me limiterai, راح أتأيد au fait essentiel, بالأحداث الرئيسية, بالنقاط المهمة. إذن pour la clarté, من أجل الوضوح, بغاية الوضوح, بهدف الوضوح, بهدف الوضوح راح تأيد بالنقاط الأساسية. 19, la vieille dame est tombée, المرأة وقعت, soit qu'elle est trébuchée, إما تعثرت sur un pavé بالبلاط, soit que quelqu'un أو حدا les bousculé أو حدا دفشها, سواكو واتنين وراهم سبجونكتيف. إذن أنا عندي تعسر, لأنه ما بدي أعطي الصيغة, بدي أقول هي وقعت. ليش وقعت؟ إما بسبب إنه تفشكلت, وإما بسبب حدا دفعها. إذن الجواب هو سي كوز, إما بسبب كذا إما بسبب كذا. 20, je ne sors pas, أنا ما خرجت, parce qu'il a fait très froid, لأنه كان برد كتير, و parce que هي أهوى الوحدة, هي جوابة سببية. راح وقفون, صار 20, ونعمل مكفي بالدرس القادم. كانت معكم مدمها, au revoir, à la prochaine fois, bye bye.